السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي بيشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على دعم رباعي قوي لمحاربين الصحراء قبل موقعة بوركينا فاسو. احنا كاين واحد اللاعبين اللي غادي يرجعوا امثال بالسبعيني بن عمري حتى وين عطال بالاداء اللي راه يقدم فيه وما تكونش عليه اصابات، رايحين يكون عندنا تكون كما يقول لك التشكيله المكتمله في الدفاع، يعني التوليفه اللي نعرفوها في الدفاع. وين انا غادي الناس يقول لك باللي ماندي غادي يكون احتياطي، غادي يكملها احتياطي في فياريال ما دام كاين الديفونسير تاعهم هذاك مبليسي، ماندي غادي يلعب. وهذه مليحه لنا حنا، يا ماندي بيتو يعاود يرجع الثقه تاعو. ماندي دار غلطه تاع البنت هذيك، ما ماندي شاهدنا كونت اساسونا هذيك وين لعب اداء، يعني اداء كبير، لعب مباراه كبيره. يعني تشوف هو مازال كيما نقولوا حنايا ماندي، راك تشوف الانتقال يعني من عندك غير في اسبانيا، انتقال من نادي لنادي وين يجب عليه التأقلم في عده مباريات في نص موسم. التأقلم هذا هو محرز محرز محرز. نهار اللي هدر قال لهم عندك محرز، هذاك محرز كان شي يكون في لايستر سيتي، قال لهم من لايستر سيتي تنقلت لمانشستر سيتي، قال لهم كلش مبدل عليا، قال لهم قعدت باش تأقلمت، قعدت نص عام باش تأقلمت. يعني الا كنا نقولوا يا ودي باش تخرج مانشستر سيتي تروح لبارسا ولا تروح منا وانت عندك كوب دي موند، لعبه ماهمش لعب يذهب يذهب. حنايا وين كنا نشوفوا بلي ماندي وين التأقلم تاعو يكون بسرعة، لكن اختو الحظ عكسه، الحظ وين عكسه وين عكسه. ما بالماضي قلت لك بالماضي ماندي نهار اللي لعب كونتر اتليتيكو مدريد يا دار سواريز في جيبها، والله لا دسه في جيبها، قوم شي البنت اللي مركها براسو كونتر ليكيب تاعو. والله تشوف ماندي لعب بارتيا كونتر التاليه تاع لي دار غلطه تاع البنت، ماندي لعب مباراه كبيره. هنا تفرجتها مباراه كبيره لعب، والله لا رد ولا تطلع من لا ديفونس، جي طالع صارت هذيك الغلطه ما ضربهاش مليح، كان الضغط عليه الجوار ردها له في نقطه، يعني كان ماندي في نقطه ضعف. كي تشوف الجوار كيفاش ردها الماندي، يعني في نقطة ضعف، ماندي كان في نقطة ضعف، كان الجوار حداه، كانوا زوج ليزاتاكون حدا ماندي مبلعين عليه، كانوا مبلعين عليه، ماندي علاه خمم يرجعها للكارديا، خمم خاطر كانوا مبلعين عليه ما ينجمش يسير بها لا من لا من، كارديا فانك خرج فانك حمار، واللاكس اللاكس ليبيرو وين كان ليبيرو؟ كان في الوسط نورمالمون يجي لعب لالين دورجو، البولا جايه عند ماندي هو طلع. نورمالمون ما يطلعش. روحوا شوفوا لاكسيون، روحوا شوفوا لاكسيون مليح، علاه طلع؟ علاه لاكس؟ علاه ليبيرو طلع؟ نورمالمون ما يطلعش، نورمالمون في لاكس ما يطلعش. ما يأمنش كيف البولا جايه عند صاحبك تتلعب لالين دورجو هذيك، ما كاش هذي. وشكون اللي ردها لك ديفونسي، ردها صاحبك تلعب لالين دورجو؟ ما تلعبهاش. وماندي كان في نقطة ضعف، ميطاوه البولا كان في نقطة ضعف، هاو ماركو، هاو نحصلوا فيه كاع كيما حنايا. المهم كونت بوركينا فاسو يرجع بن عمري يولي يلعب، يرجع كيسموه ماندي، يعني صح ماندي المكانة تاعو يلعب ما يلعبش المكانة تاعو، خاطر حنا شاهدنا الناس ثلاث سنين عام كامل ما لعبوش حتى ثلاث سوايع، كانوا يجيو يلعبوا ليكيب ناسيونال، يتحسها ماندي المكانة تاعو يلعب ما يلعبش. ما كان لا تاع لو كان تلعب في الريال وتلعب روبراسو، خاطر هدرها بالماضي وعد العام هدرها، قال لهم انا ما نستعرفش لو كان لاعب يلعب في الريال وما يلعبش، يعني ما عندي ما ندير به. حنا شاهدنا الناس يلعبوا في قطر القطري ولا ما يلعبوش كاع، يجوا يلعبوا تحس انت يا الريال، تحس ماندي المكانه تاعو يرقد من اليوم هو راقد تنهار البارتيه تاع بوركينا فاسو يلعب تيتيلان، هذه هي. المهم التوليفه كما نقولوا حنايا في الحراسه، مبولحي قدامه عطال الله يجعل ما يتمليساش، يقعد يلعب هذا اللعب تاعو، يقعد يلعب بن سبعيني يعاود يرجع، يعني تشوف بن عمري نقولوا ماندي بن عمري، يعني كاين
كاين نقولوا بوادر تاع خير ان شاء الله بربي قدام المباراه تاع بوركينا فاسو. كاين 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 بوادر تاع خير. وين عندنا مباراه تاع كسمه تاع جيبوتي قادر اللي ما يكونش لاعب ما يكونش يلعب يدير يعطيه بارتيه يدير 90 دقيقه في كرعيه يعني يلعب يلعب يوجد روحه للمباراه تاع بعد 3 ايام نلعبوا كونتر بوركينا فاسو قادرين ويستعد الخوذ لاستضافة بوركينا فاسو في نوفمبر المقبل لحساب الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بعد مواجهة جيبوتي في الجولة الخامسة في مصر، وينتظر أن يأخذ الخوذ موقعة الحسم بصفوف مكتملة حيث تعافى آدم الوناس من إصابته العضلية وبات على أعتاب انضمام لتدريبات جماعية لنابولي الإيطالي. شوف المفتاح غادي المفتاح غادي يكون عند آدم الوناس وعقلوا عليها مليح. آدم الوناس إلا دخل جوكر دوزيام ميتو يدخل من ديك 60 دقيقة بصح يدخل شوية بكري يدخل من ديك 60 دقيقة وروح غادي يكون هو المفتاح تاع التأهل تاع المنتخب الوطني المباراة الفاصلة وعقلوا عليها مليح راني نقول لكم. ومن جهة اقترب رامي بن سبعيني من العودة لأجواء المنافسة مع ناديه يعني بعد فترة غياب طويلة بسبب لعنة الإصابات خاطش عليه حنا نقلعو بن سبعيني نهار اللي لعب كونت جيبوتي ولعب كونت بوركينا فاسو دو ماتش يلعبها بن سبعيني يعني من نهاية الموسم مع ليكيب تاعو لعب 10 دقايق برك هذا مكان حنا نتمناولو العودة يعني باش يكون واجد في المباراة تاع بوركينا فاسو وين حالة الصحية لجمال بن العمري شهدت هي الأخرى تطور إيجابي في الأيام الماضية حيث ينتظر أن يجدد عهد مع أجواء المنافسات مع نادي قطر خلال أيام القليلة المقبلة. ومن جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن عدلان قديولا مرشح للظهور في تشكيلة شيفارد يونايتد يوم الثلاثاء خلال مواجهة ميلون في حساب الجولة 13 من دور الدرجة الأولى الإنجليزية. المهم كما يقول لك اللعابه اللي راهم عندنا نتمناو فاني كيسموه تاعنا فيغولي اللي عنده مشاكل اداريه ماشي مشاكل فنيه خاطر كي تشوف تشوف تيرام يشوف خيط يساطر في فيغولي يلعبوا تيتيلر يعني المكانه تاعو في غلاطا صحراي كاينه منو انا حاجه نتمناها برك عطال يكون مليح وفانيك اسلام سليماني فانيك يعني يكون فانيك مليح يعني يكون ينجم جمال بالماضي يدخل 4-4-2 ينجم يغير ينجم يعني الناف ما يكون برجع يكون كي والو ولا يكون المستوى تاعو في شي فين ما يكونش في نهار وينجم يغير ويدخل يعني كاين الحمد لله يا ربي الحاجه اللي نهضروا عندنا اللي فيه كتيف عندنا ديك الشبيبه الصغيره بالك يدخلوا يدوروا فانيك حاجه مليحه عمورة زرقان نتمنوا ان شاء الله نشوفوا ايلان كونت جيبوتي الى ينجموا ايلان طوبة والله لا ان شاء الله طوبة بس الى عاود ولا بن سبعيني طوبة ديلور يغلط كلمة يقول كلمة يصرالو كيما ديلور يعني قال الناس تذبحه نتمنى ان شاء الله طوبة يكون يعني غير شويه هذاك واحد يلعب في لابلجيك ويلعب كاع لي بارتي تاعو وكي يجي لهنا يسيب واحد من الماي ما لعبش هيا كنا نضحكوا على ماجر يقول لك باللي يلعب بن غيث يلعب بن موسى ومخلي بن ناصر رو بلاصو باش فاهمي على هذيك احنا غير نهضروا احنا رانا نهضروا من حقي نهضر انا مناصر منتخب وطني انا باش يجي واحد يغسل لي الكلاب يقول لك هذاك رايان انا نهضر انا مناصر تاع منتخب وطني جزائري انا ماشي داير قديس انا ما نديرش قديس انا نهضر على المنتخب الحاجه اللي نصيبها بالمنتخب اللي تنفع المنتخب الوطني الجزائري حاجه وقت اخرى ما تهمنيش الله يسهل عليكم انا مناصر تاع منتخب وطني كيديروا بالشعب تسيبني فماك بعلامي تسيب هذا الاعلام
لا لا هذا ما يخرج. سيبني بعلى مخد اخر اللي شارينا هذا تاع خويا اللي شاري هنايا سبيسيال تاع لي ستات دايلو ترتيفه وكلش هذاك واه بصح حاجه اخرى ما تهمنيش. تحيه الجزائر.